أعوذ بالله من الفقر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والأعوذ بالمؤبد على أعدائهم ومن كل فضائرهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وفق جميع المشتغلين في العلم والأعمال الصالح. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله في محكم كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. طيب وافاكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام عندنا نظرتان للكون، النظرة المادية والنظرة الدينية، وبينا أن النظرة المادية تفسر أن العلة تساوي المعلول، وأن الخالق هو المخلوق، وأن الصانع هو ذات المصنوع، وقلنا هذا ما يرفضه العقل ببداهته، بل يكون انتحارا للعقل كما نبين كثير من الأشياء. وأكو عندنا المبدأ الديني الذي يرجع أن كل علم معلول يحتاج إلى علة، وبين ذلك لأنه يستلزم الأصالة للوجود، إذا في وجود الأصالة للوجود وبينا، لأنه يستلزم أمور محالة عند العقل مستحيلة. لو لم نقل بأن هناك موجد لا واجد له، يستلزم اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال، وما يستلزم محال يكون محالا، أي شيء يستلزم من عنده أمر ممتنع يكون ممتنعا. وبينا أن هذه صفات هذه القوة التي أوجدت هذا الكون الذي أعطت الممكنات الوجود، بينا بعض صفاتها أنها بسيطة، بعض صفاتها أنها ليست مركبة، كذلك غير متعددة واحدة، وبينا أنها قادرة على كل مقدور، لأن نسبة جميع الممكنات إلى هذه القوة نسبة واحدة، نسبة الممكن يعني المحتاج في وجوده إلى ما كان الوجود ضروريا له، والنسبة ما تختلف من هذا وهذا وهذا وهذا، كل جميع الموجودات التي الوجود مو ضروري لها، الوجود من غيرها اللي هي تقطع، أي واحد تسألك وجودك من نفسك يقول قطعا مو من نفسي، كيف أنا أوجد نفسي؟ أنا ترى أنا كنت معدوم ثم وجد، قطعا الوجود مو من عندي، وجود من غير، واضح لك؟ فكل الموجودات التي يكون وجودها من غيرها، كل ما يصح أن يوجد أو يكتسب الوجود من غيره، وقلنا خاص بماذا؟ بالأمور الممكنة التي يمكن أن توجد. هذه نسبتها، نسبة هذه الأمور إلى القوة الموجودة نسبة واحدة، وهي نسبة المحتاج في وجوده إلى من؟ إلى من الوجود ضروري له، إلى من يستطيع أن يفيض الوجود. هذا تقدم عندنا تفصيل أمس. بل وإذا حد عندي تساؤل إن شاء الله بعد هذا أنا خاطئ. وبينا أن هذه القوة واحدة، لأن لو صارت تعدلت هذه القوة قلنا أنها بسيطة هي مركبة، لأن لو كانت مركبة لاحتاجت في وجودها إلى أجزائها، والمفروض هي ضرورية الوجود. وقلنا أن هذه القوة واحدة غير متعددة، لأنه لو كانت متعددة يستلزم أن ما به الاشتراك غير ما به الاستياس، فيستلزم التركيب، فإذا استلزم التركيب لابد أن تكون محتاجة إلى تلك الأجزاء. بل ثم بينا أن هذه القدرة القوة، ما نعبر عنها الله أو شيء، نعبر عنها أكو في قوة أوجدت، قوة أثرت، هذه القوة التي أثرت عالم بكل معلوم، وفسرنا قلنا العلم ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. ومعنات العلم الحصولي، الحصول صورة الشيء مو نفس الشيء، يعني أنا أعلم بك الآن بصورتك، أنا أدير عيني صورتك في بالي، والآن أنا مو أعلم بك، مو أنت حاضر في ذهني، صورتك تحضر في ذهني، مفهومك يأتي في ذهني، وإلا أنت أنا حين أعلم بالنار ما أعلم بها، أعلم بالنار مو النار بذهني، أعلم بصورة النار، فأنا أعلم بالنار بواسطة هذه المفاهيم، هذه الصور، أعلم بك بواسطة هذا الذي أدركه من هذه الهيئة، مو أنت تجف إلى ذهني. لو أن واحد يعلم بالنار يعني النار كذا، ذن شاف ذهني وش يصير فيه؟ صار مشوي، مخ مشوي صار. بل
المراد أنه هذا العلم عبر عنه بالعلم الحصولي، أنه أن تعلم بالأشياء عن طريق الصور. أكو عندنا العلم آخر يعبر عنه بالعلم الحضوري، حضور نفس المعلوم لدى العالم. كيف الصورة دي حاضرة بنفسها لو بصورتها، الصورة صورتك أنت حاضرة بنفسها، هذا علم حضوري بيها. ليش؟ لأن نفس الصورة حاضرة. أما العلم مكلة حصولي بواسطة صورة، ولهذا هذه الصورة إن طابقت الواقع كانت صادقة، إن خالفت الواقع تكون كاذبة مو صحيحة. هذا ولهذا يحتمل في العلم الحصولي الخطأ، أما العلم الحضوري ما يحتمل في الخطأ. العلم الحضوري حضور نفس المعلوم مو حضور صورته عشان يطابق أو لا يطابق. مثل ويش؟ مثل علمك أنا لو جيت واحد يعضك وش تحس؟ تحس بألم؟ تعلم بألم ما تعلم به؟ تعلم عن طريق صورته لو أن الألم موجود عندك، الألم موجود تعلم به لوجود الألم لحضور الألم عنده، مو تعلم بالألم عن طريق صورته. يقول لك واحد أنا ما أشوف الألم، تقول تشوفه لو ما تشوفه. أنا عندي يقول لك متألم، أنا جوعان تقول لي أشوف لو ما أشوف. أنا الآن أعلم بجوعي، تعلم بوجود بجوعك عن طريق صورة. لو تعلم أن الجوع بنفسي حاضر لديك، الجوع بنفسي حاضر لديك، مشاعر حبي لنا نفس الحب ونفس الميولات هذه بنفسي حاضر لديك، أعلم بها بس مو أعلم بها عن طريق صورة، وإنما أعلم بها عن طريق حضورها لدي. هذا يعبر عنه بالعلم الحضوري. وقلنا بأن نجيب خلاصة ما لعل التكرار ينفع. هل علم الله عز وجل بمخلوقات بما يخلق علم حضوري لو علم حصولي، يعني عن طريق الصور لو لا نفس الموجودات حاضرة لدى الله عز وجل؟ وهذا علم نفس وجود الإنسان، وجود جميع الممكنات حاضرة لمن يفيض عليها الوجود. قلنا لعلم الله عز وجل حضوري. كيف يعني حضوري؟ وش ما هو الدليل على كونه حضوري؟ لأن الممكن جميع ما يحتاج في وجوده كما يحتاج في وجوده إلى علة في حدوثه، إلى علة وجوده في ضلاله، كذلك في بقائه يحتاج إلى علة تبقي له ذلك الوجود. لأن الوجود مو من ذاتيته، هذه الورقة تقول الأحراق مو من ذاتياتها. لما تجيب النار عشان يتحقق أحراق الورقة ويبقى أحراق الورقة، لابد أن تكون النار موجودة. ما دام النار موجودة الأحراق موجود، يبقى ترتفع النار ما يصير عندك أحراق. واضح لما قلت ليش؟ لأن الأحراق سببه النار. فإذا وجدت النار يوجد الأحراق، فإذا وجد النار في الورقة يوجد الأحراق في الورقة، ترتفع النار يبقى أي ورقة ما في نار ما في أحراق، في نار في أحراق بعد ارتفاع طبعا الموانع من الرطوبات وغيرها. فالأحراق في الورقة كما يحتاج في حدوثه إلى النار، يحتاج في بقائه إلى وين؟ إلى النار نفس الشيء. ليش؟ لأن الأحراق في الورقة مو ذاتي إلها، الأحراق جاء من وين؟ من شيء خارج عن النار، من خارج عن الورقة، من النار نفسها. فالأحراق كما يحتاج في وجوده إلى النار، يحتاج في بقائه واستمراره إلى شنو؟ إلى نفس النار، في ضلال الوجود ألف آه. نفس الشيء ممكن، إلا يكون وجوده مو ذاتي، وجوده مو من نفسه، وجوده من غيره. أنا في كل آن لما احتجت في أصل وجودي إلى الله عز وجل ينطيني الوجود، إلى تلك القوة تعطيني الوجود، كذلك أحتاج في استمرار هذا الوجود إلي أن هذه القوة تفيضني الوجود آن فآن. يعني أنا في كل لحظة محتاج ومفتقر إلى من؟ إلى الله عز وجل في إفاضة الوجود علي آن فآن. ليش؟ الوجود مو من ذاتياتي، أنا ما أصدر وجود، الوجود من غيري. فإذا الوجود من غيري، أنا كما في حدوثي محتاج إلى غيري، كذلك في بقائي محتاج إلى ذلك الغير. واضح الموضوع؟ فبالتالي إذا كان أنا في كل آن محتاج إلى أن يفاض علي الوجود، أصير حاضر لدى العلة لما أصير حاضر. الآن الإحراق بالنسبة للنار غائب علي لو حاضر إلها، الإحراق ما يغيب عن النار، ما هي سببه المعلوم ما ينفك عن وين؟ عن علته دائما. ما أشوف الأصل ما يمكن، لأنه أثر من أثاره. فما دامت النار موجود الإحراق موجود، فدائما وأبدا تشوف الإحراق حاضر لدى النار، ما يغيب على النار. هذا معناته العلم الحضوري، نفس الإحراق حاضر لدى النار مو غايب عنه، كذلك نفس المخلوقات وجود مي غايب عن مفيض الوجود، محتاج في كل آن هو يفيض عليه، فهي في كل آن حاضرة لتلك القوة.
واضح له؟ فصار أن المعلومات أن الموجودات كلها حاضرة لك الله عز وجل. بل هذا جهة يعلم بها أن هذا جهة يعلم أن الله عز وجل معه. وهذا مي خاصة بمن؟ بممكن دون ممكن، بواحد دون واحد. جميع المخلوقات في هذه الصفة، جميع المخلوقات تحتاج نسبة المخلوقات إلى تلك الذات المفيضة للوجود نسبة واحدة، نسبة المحتاج إلى نسبة المحتاج في حدوثه وبقائه إلى وين؟ إلى القوة المفيضة للوجود. فما يختلف هذا، ما يختلف هذا، يحتاج في وجوده، في حدوثه يحتاج إلى الوجود، إلى إفاضة الوجود، في بقائه يحتاج إلى إفاضة الوجود. أنا نفس الشيء. ليش؟ لأن كلنا نجتمع في شيء واحد، أن الوجود مو ضروري. ليش مو ضروري؟ لأن ينفك عنا. دليل إحنا ما كنا ثم كنا. لو كان الوجود ما ينفك عنا، إن شاء شنو؟ إن شاء صرنا واجب الوجود ما. واضح؟ ما يتخلف الوجود عنا. لكن شفنا الوجود يتخلف. إحنا ما كنا ثم كنا. فالدليل على أن الوجود ليس من ذاتنا، الوجود من غيرنا. فنحن نحتاج في الوجود حدوثا وبقاء. بل فبين أن الله عز وجل عالم بكل معلوم وقادر على كل مقدور. بل بهذا البيان الذي هذا من صفات هذه القوة التي أوجدت الله. ما نتكلم، لا جايبين لا دليل ديني، ولا جايبين لا آية، ولا جايبين رواية، ولا جايبين لا نص من الإنجيل، ولا نص من القرآن، ولا 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 نتكلم. نحن نظرة عقلية إلى وين؟ قلنا الإنسان كمال الإنسان بطاعة عقله، كمال الإنسان بطاعة عقله، يعني معتقداتك تثبتها بماذا؟ بالعقل. الله عز وجل منحك هذه القوة، وهي القوة العاقلة التي تستطيع أن تميز وتدرك الصح من الخطأ. وقلنا العقل يدرك الأمور التكوينية اللي يتعلق بها الأخبارات، يقول لك سقط المطر، الشمس موجودة، الكون، استحالة اجتماع النقيضين، هذه أمور تكوينية العقل يدركها يكشف عنها. لكن في هذه القضايا العقلية، قضايا عقلية ضرورية بديهية التي تبتني عليها جميع القضايا، نحن نشوف الدليل على أن هذا الماء، هذا الماء ماء. العقل يدرك هذا، أن هذا الماء ماء. شو الدليل على أن كل ماء سائل؟ لكن العقل يدرك أن الماء سائل، يعني طبيعة السيلان، لأن العقل دائما ينتزع الكليات. ذكرنا أمس هذا كله مفصلا. بل الآن نبحث، هل هذه القوة حكيمة وعادلة؟ لو مو حكيمة، يعني هل تفعل الأفعال القبيحة؟ لو لا تفعل إلا الأمور الحسنة. هل هذه القوة تفعل لا لغاية لا لغرض؟ لو لا تفعل لغاية وغرض. ليش؟ لأن المادي، لما نظرت المادي، أنا ما عندي إلا المادي، والمادي صمة درات لا تركبت كذا وطلع عندنا هذا الكون. فبالتالي مو شرط أن تبحث أنا ليش مخلوق. وقلنا احنا الاسئله الاوليه التي النداءات الفطريه للانسان، من وين انا؟ الى اين انا؟ شنو هو الغايه من وجودي انا؟ هذه الاسئله الاوليه. المادي يقول لك ليش تسال؟ شنو الغايه من وجودي؟ ما لك غايه من وجودك، ليش؟ مصدرك هو الماده. عندنا ذرات من الاجسام تركبت طلعت هذا الكون كله طلع. فانت ما لك غايه اصلا. انت غايتك مثل النباتي، جسم نباتي ينمو ينطفي، وانت هذا المسألة. واضح للموضوع؟ هذا قراءة مادية. ليش؟ ولا تقول لي هذه قراءة صحيحة، هذه النتيجة صحيحة على وفق وين؟ على وفق الأصل الأول. إذا كانت المادة هي الحاصل، إذا كانت المادة وجدت بالصدفة، إذا قطعا انتشرت، النتائج شو بتصير؟ هذه نتائج طبيعية بتصير. ما تقدر تقول للمادة أنت كاذب، هذا مو كاذب. إذا تسلم بمنهجه وش بتصير النتيجة؟ النتيجة صحيحة. هذا كثير من النتائج لما جدت مغالطة عن أبحث في النتائج. ليش؟ لأن هذه النتائج مبتنية على ماذا؟ على قواعد أولى مسلمة. حتى اثبت أولا أن المادة هي أوجدت نفسها لو لا، أوجدت بالصدفة لو لا، هذا المقدار. إذا تسلم أنها وجدت بالصدفة، وش بصير النتيجة؟ قطعا أنا ما لي غاية. أما إذا سلمت بأن هذه المادة وجدت من فاعل مختار قادر عالم، واضح لما؟ فبالتالي لا تبحث في غاية وما في غاية. هذا العالم الذي أوجد حكيم لو مو حكيم؟ اتجه السؤال على النظرة المادية، ما له موضوع السؤال أنا ليش؟ شو الغاية؟ ما في غاية موجودة أنت أصلاً.
واضح؟ بلي. فالمادي إن المادي انتحار العقل. ليش؟ لما ننظر إلى الكون، أولا الجواب على هذا أن الله حكيم لو مو حكيم، أن هذه القدرة حكيمة لو مو حكيمة، أنه هل هذا الوجود غاية لو ما له غاية، إلى هدف لو ما له هدف، واضح الموضوع؟ وإذا سلمنا أنه له هدف، هل هذا الهدف، هل هذه القوة عادلة لو مو عادلة؟ يمكن أن تجور، يمكن أن تظلم، يمكن أن تفعل القبائح لو ما يمكن. أولا أن المادة لها غاية لو لا، تارة ننظر إلى الوجدان، ننظر إلى ماذا؟ إلى الوجدانية، ننظر إلى جسم الإنسان لا يتعدى جسم، كل غرض، كل نقطة أو كل ذرة في الإنسان لها غاية، جلدك بذرات له غاية، الدم له غاية، الأجزاء المكونات الدم لها غاية، القلب له غاية، الوجه له غاية، أبسط ما وصل قلب الإنسان في جلد زايد، والذكر من الإنسان في حلمات، هذه شنو فائدتها؟ فكان ما في فائدة، واضح لما واضح؟ أقصى ما يكون يعني ادعينا يعني، فأغلب وجود الإنسان جميع ذرات إله شوف الشمس لها غاية، القمر له غاية، له ارتباط بالأرض، هذا الترابط يسمونه برهان النجوم، هذا الترابط في الكونيات، ترابط في أجزاء الكون بكاملة، الماء له علاقة، البحر له علاقة بالقمر، الشمس، الأرض لها علاقة بالشمس، الأشجار، بدن الإنسان، هذا هم جميعا، كل ترابط، كل ترابط، يعني كل شيء مسير لمين؟ شوف له غاية أديها من هذا الكون، لما تنظر لبدن الإنسان تشوف نفس الشيء له غاية، يؤدي حشرات لا غاية تؤدي أثر في هذا الكون، ولو تلقيح النباتات ولو الآن إلى أدوية لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق حشرات، دائما وأبدا تشوف هذا الخلق له غاية يسير إليها، واضح؟ في هدف يؤدي في هذه الحياة. الآن أنا أدرك بعض الأشياء، نعم ما أدركها، وعدم الإدراك شيء آخر، يعني واحد يشكل أنا ما أدرك هذه الزائدة الدودية لها أثر، مع السابق يقولون ما لها أثر، الآن يقولون بعضهم طلع قال لها أثر، تقوي جهاز المناعة وهي العلاج جهاز المناعة وهي المجرة، والآن مثلا الحلمات صحيح ما لها أثر بالنسبة إلى الرضاعة، لكن لها أثر بالنسبة إلى الجهاز التناسلي، يعني قوة الجنسية أو الجهاز التناسلي، على كل الواحد دليل حتى البحوث يقدر يشوف، بس عدم النكر، عدم الوجود، عدم الوجدان، لا واحد دور ولا شاف، لا يعني عدم وجود فائدة، ليش؟ لأن العقل قاصر في هذه الموارد. العقل ما يستكشف إلا بالبحث والتجربة. أكو عندنا مواد العقل يكشف عنها، عندنا مواد لا تكشف عنها إلا العلوم التجريبية. مثل أكو عندنا النفس، النفس قوة، النفس مو غذاءها المواد العقلية، ولا غذاءها المواد التجريبية، النفس غذاءها المواد الخيالية، المواد الشعرية. إذا تريد تتغذى، تريد واحد يبعثك على حرب، على جيش، ما يجيب لك مثلا معادلات عقلية. يريدك تنام مع ميت، ما يجيب لك معادلات عقلية، والله هذا الميت لو تصور ما يأثر، ويقيم لك ألف دليل على أن هذا الميت لا أثر له. تقدر تنام ويا الميت؟ ما يصير، بخلاف إذا صورنا، بخلاف إذا شعور، يجيب لك شعور معين، يجيب لك خيال معين، خلي نفسك تنفرد، تجلس مو ويا الميت، يمكن بعد تقطع عني. إذا يجيب لك قوة شعورية يخليك مو بس تنام ويا الميت، تنام عليه بعد تحط راسك عليه. القوة الشعورية الشعر يأثر، ولهذا تشوفون في مثلا في مسألة الحرف، شوف مسألة الحرف وش يجيبون، يجيبون مثلا بعض الموسيقات المحفزة، هذا كله هذا نداء، هذا كذا مادي وخاطب بها ماذا؟ القوة النفسية، مو خاطب بها القوة العقلية، فرق بين هذه المواد كلها. نعم، فبالتالي نشوف أن هذا كون بالوجدان أن جميع المخلوقات لها غاية، فقطعا ما يمكن أتصور أن هذا الفاعل محق يفعل بدون غاية. العقل يقول لك قطعا، يعني مثل أمثل لك مثلا عندك بيض فرضا، وعندك حليب بالثلاجة، وعندك فرن، وعندك زيت، وعندك كذا، وعندك صحون، وعندك وعندك طاولة، صارت حركة معينة تهزل، هذا معناته الصدفة، انهزم خط المطبخ صار زلزال، طلع جيت ولا شفت الطاولة مفروشة، الصحون موزعة،
السكين محطوط على كل صحن، الكيكه والله استوت، ضرب البيض بالزيت بالطحين كذا ودخل بالصدفه طب الطبخ الصينيه ودخل الفرن، والمهم طلع بعد بالصدفه الطين الكيكه طارت والسكاكين طارت وقامت تتقطع وتوزعت على الزيت كلها وجيت الى هذه معناته السجع، يعني انتحار الى نفس العار، قتل العار. ولهذا قلنا امس ان العقل يرفض المبادئ كمال الانسان بطاعه عقله، يعني دائما لك تثبت اول بالعقل، الدين بالعقل ثبت مو بالاتباع ثبت مو بالتقليد ثبت، كونك تؤمن بقوه خارقه بالعقل ثبت مو لانه فلان قال ثبت، لا هذه في الغاء الى العقل، هذا مثل الصدفه هذه مغناطيسيه، عندنا درات الصدمة في بعضها وطلع هذا شمس منا وقمر منا وبحار منا وجسم يحمل ذرات ما شاء الله خلايا وا 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 كل هذا بالصدفة، كل الطق هذا في هذا وطلع عندك هذا المراكب، هو أرنب ما يطلع وفار ما يطلع، هنا ما تطلع من هذا، مو تطلع جميع هذه الأمور كلها، واضح الموضوع؟ بلى. فبالوجدان ننظر إلى أن جميع المخلوقات الممكنة لها أهداف. نعم، ولهذا العلم ما توقف، ولهذا الدليل على ذلك ان جميع العقلاء في هذه الدنيا لم يتوقفوا ولم يتوابوا عن ان كل شيء اهدف، ولهذا يتبع من وين وصلت التكنولوجيا والعلوم كل هذه التتبعات، هذا شنو سببه؟ الا نشوف سببه شنو سببه؟ سببه شنو سببه؟ سببه شنو سببه؟ الى ان يصل الى بعض القضايا المعقده يستطيع ان يستفيد منها في موارد اخرى، يفعل هذه القوات الكونيه، يفعل هذه الأسباب والقوانين الكونية، يفعل هذه الأهداف الكونية لخدمته ولصالحه. ولهذا دائما يروح يبحث وش السبب وش السبب؟ السبب يعني في غاية. لما يقول وش السبب يعني في غاية، في شيء يؤثر شيء، له غاية من تأثير في شيء. فيصل إلى العلوم، يصل إلى ما يصل إلى هذا قاعدة مسلمة، ما يمكن أن تطرق عقلي يقول إلى ما فيش اسمه لغاية. ما فيش بسببية أصلاً. ما فيش اسم الهدف، هذا الغاء الى العقل، بل الوجدان ادرك انه قائمه، انت بس انظر الى جسمك من ذرات جسمك الى عقلك كلها لها ترابط، كلها لها ترابط، بل فالاسماء بالكيفيه، اللسان بالكيفيه، حتى كمثال تقول لي مثل ده انت الكيكه مو قابله، حتى الان مثلا النظريه الداروينيه وغيرها مثلا يقول انه مثلا هذه قضيه الوثائق المفقوده بين السابق واللاحق المفقوده بين الانسان وبين ما تطور منه الانسان، قول لو جينا حفرنا وشفنا والله فاس حجر وشفنا سكينه وشفنا كذا، قطعا في ناس موجودين كانوا ما يقبلها، قطعا كانوا ناس موجودين، تقول الفاس نفس الشيء الفاس يمكن ضرب هذا وكذا طلع حديد وتكون بهذا وجات العصاية ودخلت به أو هالسكين نحتت بكذا، الشوكة نحتت بكذا، الماعون الفلان تحت ما يقبل، ما يمكن يكون هذا، لابد أن يكون هناك موجد لهذا الفأس، وهذه إذا كان هذه تقول بأنها لها موجودات كيف بهذا الإنسان بهذا التركيب للإنسان يقول ليس لها خالق وليس على كل، فهذا الأمر الوجداني الأول الذي يستدل على أن هذه القوة حكيمة أنها تفعل لغرض مو تفعل لغير الله. الدليل الآخر هو دليل عقلي، أن هل هذه القوة الحكيمة تفعل بعبث؟ أمر عبثي تفعل أو ما تفعل؟ طبعاً إحنا لابد أن عشان لا ندخل في هذا الموضوع لابد نميز المسألة، لأن العبث قبيح. العبث قبيح. والظن طبيعي، هذا كله يندرج عندنا ان الله غير ظاهر، عشان ندخل في بعض الان الشرور، بعض الامراض اللي تصير بالكون، بعض القضايا تصير الزلازل وهالقضايا كلها نشرح فيها. هل هذه هل العبث قبيح او قبيح؟ هذه يبتني على مساله، حاصل هذه المساله اكو عندنا شيء يوجد اسمه قبيح ولا الافعال فيها قبيح وحصل ولا هني اختلفوا. الأشاعرة قالوا لا ما عندنا فعل قبيح، وإنما الحسن والقبيح ما قبحه الشارع يكون قبيحا.
ما حسنه الشارع ما أمر به الشارع يكون حسنا، وإلا ما عندي شيء اسمه قبيح واسمه. تقول لي يعني يمكن الله عز وجل يأخذ الأبرياء كلهم يضمهم بالنار وهذا فعل الله حسن ما مش يمكن الله يأخذ فرعون نمرود فلان فلان يضمهم بالجنة ما مش. ليش؟ ما عندي شيء قبيح، قبيح انتم اخترعتوه. الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبعه الشارع، إلا أن الشارع يقول إلا أن الشارع قال قال ترى أنا أوعدكم بالخير فلازم الصدقة. فهو يقول يعني تسليمان يعني لما ننظر نظرية ثبوتية يقول ما عندنا حسن القبيح، وطبعا هذا مردود عليه. أصلا إذا ما عندنا حسن القبيح يمكن للشارع نشدد له ما يمكن، يمكن ما حد يشتد هذا أخذ الأبرياء يحطهم بالنار عادتي يعني يجدد علينا يعني ما عادتي. يعني اقصد انتم اعتمدتون بان الشارع وعدكم بالخير فلا بد ان يوفي بالوعد. ليش؟ شنو وفاء الوعد يعني؟ شنو يعني وفاء الوعد؟ حسن يعني؟ لو لا يمكن ان يقول لك بوفي لك انا بدخلك الجنه هو ايش؟ يوديك النار عادي، قضيه عادي تصير لانه ما عندك شيء حسن وقبيح. بعد صار المناط على فعله قال لك بوديك الجنه وبدك النار عادي ما تعديش فعله هذا حسن وهذا فعل احسن بعدك. ما عندك ميزان في الحكم بين الحسن والقبح. اصلا لو انكرتم الحسن والقبح لما ثبت الشر اصلا، مو ان الحسن والقبح يثبت بالشر. لو كان الحسن مش والقبح يثبت بالشر لما ثبت. ليش؟ احتمال ان الشر كذب، الكذب قبيح. اسال كذب ما دام الشارع ما دام العقل ما يحكم الشارع نحن ننظر الى امر الشارع ونهى امر حسن نهى واضح الموضوع. فلو كان القبح والحسن يثبتان بالشارع لما ثبتا اصلا، لان احتمال ان الشارع كذب، احتمال ان قبيح ان المولى يظهر المعجزه على يد الكاذب. كل هذا مو قبيح، فعل مو قبيح. إذا في فعل مقبل وش درك أن هذا الذي أظهر الله عز وجل المعجزة على يده صادق؟ يمكن أن يظهر يد المعجزة على يد الكاذب ويقول أن يده هو نبي مقبل. فبالتالي حتى الشرع إذا تنكر الحسن والقبح حتى الشرع لا يثبت. ليش؟ لأن الكذب مقبل في ذلك. ما يفعله الشرع حسن وما يفعله وما يرفضه قبل. هذا الأشعار وهذا قلنا باطل بالبداء. أما الفرقة الثانية النظرة الثانية قالت لا وعبر عنه بالعدل أن لا الأفعال منها حسنة ومنها قبيحة، لكن هذا يختلف حسب مراتب. أكو عندنا كيف عند الاجتماع النقيضين مستحيل بالضرورة أمر ذاتي، أكو عندنا قضايا ذاتية قبيحة بالذات ما يمكن أن تكون في يوم من الأيام حسنة مثل حسن العدل وقبح الظلم والإساءة لمن أحسن إليه. كان هذا قضايا ضرورية بديهية ما تحتاج، والدليل على الأهلية الشرعية كل العقلاء يدركون أن القبح حتى الملحد قول له قل شنو يقول له الملحد عنده دين الملحد اللي مو مرتبط أصلاً بمبادئ السماء. كلهم يدركون رد على الأشاعرة فان أن جميع العقل لو كان الحسن والقبح لا يثبت إلا من الشارع لما حكم به غير أهل الشارع. وإحنا نرى أن العقلاء الذين لا يدينون بدين يرون أن الظلم قبيح لا مو قبيح، قبيح ما صاروا حتى وهم غير أصحاب. لو كان القبح والحسن لا يثبتان إلا بالدين المفروض لا يثبتان إلا عن من؟ إلا عند المتدين. ونحن نرى أن الحسن والقبح ثابت عن جميع العقلاء. جيب ملحد وقول له أنا آخذ واحد طفل بريء وأذبه بالماء يخليه، شو يقول لك هذا؟ ظلم. هذه أموال لفلان أنا أنتهي منها، شنو يقول لك؟ ظلم. يدرك عقل أن هذا تعدي، يدرك هذا أنه ظلم. فهذه القضية بديهية عن العقلاء لو كانت من الدين لما ثبتت إلا عند المتدينين، مع أن نراها أنها عند جميع العقلاء. فالقضايا
قضايا الحسن والقبح على ثلاثة أقسام. القضية الأولى القبح الذاتي. مش معنى القبح الذاتي يعني الذي لا ينفك عنه القبح، لا ينفك عنه الحسن. بالضرورة يدرك العقل أن هذا حسن وهذا قبيح. مثل الظلم قبيح عند العقل، أي ظلم قبيح، أي عدل حسن في ذاته، ما يتوقف على مقدمة أخرى. كيف اجتماع العقل إذن في ذاته من القضايا البديهية الضرورية عند العقل التي يدركها، يدركها يكشفها، هو يحب يدركها ويكشفها أنها من القضايا البديهية التي لا يمكن أن تكون من الموجودات الخارجية. نفس الشيء اسم العدل والقبح الظلم. أكو عندنا قضايا لا فيها اقتضاء الحسن، فيها اقتضاء الحسن وفيها اقتضاء القبح. وش معنى الاقتضاء؟ لا تقول أن العدل علة تامة للحسن، إذا وجد العدل وجد الحسن. واضح بعض القضايا لا فيها اقتضاء بطبيعتها تقتضي الحسن تقتضي القبح. مثلا الآن الكذب، الكذب فيه اقتضاء القبح، الصدق اقتضاء الحسن، لكن هذا الاقتضاء قابل أن يتم وقابل أن لا يتم، يعني يجي قوة خارجة تأثر على حسن الصدق، تؤثر على قبح الكذب. لو توقف إنقاذ نبي على الكذب، إنقاذ مؤمن على الكذب، إنقاذ شخص بريء على الكذب، وش يصير الكذب؟ واضح لما واضح؟ إذن مو مطلقا هو بخلاف الظلم والعدل. ما دام يصدق ظلم إذن هو قبح، ما دام يصدق عدل إذن هو حسن بخلاف الكذب. مو ما دام يصدق، نعم الكذب بطبيعته قبيح، لكن يمكن أن يصدق عن قبحه، عن تمامية قبحه صاد، كما لو توقف إنقاذ نبي، إنقاذ مؤمن، إنقاذ بريء على الكذب. توقف على دفع ظلم. نعم. إيه. يعني توقف على دفع ظلم. نعم بلى. شوف ذيك القضايا الأولى هي الحاكمة تصير. القضايا الأولى هي المتصرفة والحاكمة. بلى. الصدق نفس الشيء. لو كان الصدق يؤدي إلى قتل بريء. أصدق أنا دخل بيتهم ودخول البيت يقتل من الظالم. أو أصدق إذا ما دفع مثلاً مبلغ من المال للظالم غصباً هذا الظالم يقتله. وأيضاً أقول ترى فلان ما دفع إلى رسولك ما أعطى فلوس، لكن رسول ما علم، بس أنا صادق ما أكذب، أروح أقول ترى فلان قال فلان طالب منه ما عنده قريب من عنده 1000 دينار ما أعطى ما دفع، أنا صادق إنه ما دفع، كلامي صادق إنه مصادق، لكن شو اللي ترتب على الصدق؟ تلف ظلم. واضح لك؟ فإذا هذا الصدق بطبيعته يقتضي الحسن، لكن لا مو مو علة تامة. الكذب بطبيعته يقتضي القبح، لكن مو علة تامة، يمكن أن يمنع من تأثيره. وأكو عندنا أمور لا مرة. لا حسنة إلا قبيحة. إن صدق عليها عنوان الظلم كانت حسنة. إن صدق عليها عنوان القبح الظلم كانت قبيحة. إن صدق عليها عنوان العدل كانت حسنة. مثلا الآن الذهاب إلى السوق. المشي. إذا عظم مش في ذاته لا حسن ولا قبيح. إن صدق عليه عنوان أنه قضاء حاجة إنسان محتاج يصير حسن. إن صدق عليه هذا المشي ذهاب إلى الفك بآخر يكون مقدمة للقبيح. فالعقلاء يحكمون ويمنعون يقول تروح يمسكون لا تروح ليه؟ يعرفون هذه المقدمات تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى التنفير حتى من النفور حتى من ليش؟ لأن هذه المقدمات ترتب عليها ظلم. واضح الموضوع؟ فإذا علمنا أن أكو في أفعال حسنة ذاتا وأفعال حسنة، طبعا احنا ما نوافق الأشاعرة، الأشاعرة يقولون أصلا ما عندنا حسنة، احنا نقول لا مو ما عندنا حسنة، ما عندنا حسن في الجملة، لكن عندنا حسن على نحو الموجب الجزئي، احنا عندنا السلب جزئي، نعم في بعض الأفعال لا تتصف بالحسن ولا القبح، في بعض الأفعال مو حسنة ذاتا وليست قبيحة ذاتا، لكن بعض الأفعال لابد حسنة ذاتا وقبيحة ذاتا. إذا مو جميع الأفعال خالية من الحسن والقبح. نعم نسلم وياكم أن مو جميع الأفعال حسنة، مو جميع الأفعال قبيحة، لكن بعض الأفعال حسنة بعض الأفعال قبيحة. واضح؟ فالخلاف بيننا وبين الأشاعرة، الأشاعرة السلب مطلق سلب كلي، أما نحن
نعتقد بالسلبي الجزء الموافق للعقل والعقلاء. إذا جينا لهذه المرتبة، هل الله عز وجل يفعل القبيح؟ عرفنا الآن في قوة. هل الله عز وجل يفعل الظلم لو ما يفعل الظلم؟ هل يفعل العبث لو ما يفعل العبث؟ العبث أمر قبيح واضح للمواضيع. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فهل الله عز وجل، فهل هذه القوة التي علمنا أنها تفعل بغاية حكيمة، هل تفعل العبث أو تفعل الظلم أو لا؟ نقول مناشئ فعل الظلم لا تخلو، الله لا يفعل القبيح ولا يفعل الظلم. الظلم الذي بكل عقلاء منه ظلم لا يفعل، لأن فعل الظلم أو القبح لا يخلو، هذا المنكر عند العقلاء، الحصن الذي يقول به العقلاء ويحث عليه العقلاء، والقبح والذي يرفضه العقلاء. هذا القبح والحسن لا يصدر القبح من الله عز وجل، وما يصدر من الله هو الحسن، من تلك القوة ما هو إلا الحسن. ليش؟ قالوا لأن الداعي والسبب لوجود الظلم ما هو؟ شوف هذا بعض الضالين كلهم لهم. ليش؟ لا يخلق إما أنه محتاج يريد يكمل نقصه، نظلم الآخرين والسطو على الآخرين، وأما أنه يظلمه جاهل، لأن جاهل يظلم ما يدري هذا حق الآخر يأخذه باعتبار ما يدري أن هذا حق الآخر، هذا ظلم، وإن كان الفعل قبيح وإن كان ما عنده قبح فاعل. فرق بينهم في مقام الجاهل نفس الأفعال قبيحة، بس مو شرط إذا صار الفعل قبيح يعني صاحب الفعل يكون أمر عنده سوء وعنده كذا، لا، يمكن الإنسان يشرب خمر ما يدري، عند العقلاء يشرب سم ما يدري، هذا هو معذور لأنه جاهل، لكن الفعل قبيح لا مو قبيح، شوف شرب سم بعد قبيح، أموال موجودة أعتقد أن هذه أموالي آخذها، مي أموالي أموال غيري، هذا الفعل قبيح حتى لو انت معذور، حتى لو ما عندك قبح فاعل، لكن القبح الفعلي موجود ولا موجود؟ موجود القبح الفعلي. فلا يصدر الظلم، يعني الفعل القبيح لا يصدر الا للحاجه، لان انا محتاج فيصدر من عندي. واما لاني جاهل فيصدر من عندي الفعل القبيح، واما اني غافل، الغفل تشتغل مع العلم. الانسان الغافل عالم بس غافل. واضح؟ وهذا الفرق بين النسيان والجاهل. الغافل في الأحكام الشرعية، إذا واحد غافل صلى غفل صار ثوب نجاسة وغفل وصلى صلاة باطلة، وبين واحد جاهل وصلى صلاة صحيحة، وش الفرق بينهم؟ قالوا النسيان والغفل يجتمع على العلم، أنت عالم بس غفلت، والغفل تجتمع مع عند العلم ما تجتمع، أنت عالم بس غافل. كم واحد عالم بس يغفل؟ من يلتفت يستذكر يعني. يستذكر ما يعلم، بخلاف الجاهل، الجاهل مو مسبوق بعلم. واحد ما يدري ماشي يطبق عليه نقطة ولا يدري انه سقطت عليه مثلا نقطة دم في ظهره. هذا جاهل ولا ناسي؟ هذا جاهل ما يدري ما يعرف. ما عنده كشف للواقع، أصلا ولا في باله، صلى فسخ ثوب شاف نقطة دم. هذا صراحة صحيح. لأن هذا جاهل. أما لا لا في نقطة دم. في دم مو مختفر. طهرنا بطهر غفل نسى راح توضى راح صلى اوه هذه النقطه اللي كانت هذا شنو هذا جاهل يسمونه لو غافل لو ناس يسمونه جاهل ناس هذا صلاه باطل واضح ولا مو واضح في فرق اريد اقول لك في فرق بين الناس وبين الغافل كذلك في الصيام لو واحد نسى غسل الجنابه او واحد نسى غسل الجنابه فرق بين الناس وبين جاهل بغسل الجنابه ما يدري عن نفسه انه اجنب أو لا أجنب واختصر غسل باطل يعتقد أنه على طهارة تبين أنه على طهارة تبين أنه مجنب هذا الحكم وبين لا واحد يعرف مجنب لكن نسى غسل الجنابة ويعرف الحكم بس نسى غسل الجنابة
ثم تبين لبعض الصيام ترى أنا ما اغتسلت، فرق بين هذا وبين الأول، واضح الموضوع. فمنشأ الظلم إما أن يكون الحاجة أو يكون الجهل أو يكون الغفلة أو المتصور أن يكون حكمة في الظلم. واضح أن الظلم الذاتي لا حكمة فيه، الظلم لا حكمة فيه، واضح الموضوع. فلا يبقى إلا مسألة الحاجة أو مسألة الجهل أو مسألة الغفلة. فهل يصدر من تلك القوة ظلم قبح؟ لو ما يصدر كل فضل إذا صدر منها قبح أو ظلم لا يخلو، إما لأنها محتاجة إلى غيرها تلك القوة، وقلنا أن تلك القوة الكل محتاج إليها وهي غير محتاجة. أيها الناس أنتم الفقراء الله، كل شيء في هذا الوجود محتاج في وجوده إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالله مو محتاج، تلك القوة مي محتاجة من جهة الحاجة، هي مي محتاجة. ليش؟ لأن كل كمالات الموجودة كل الوجودات من وين؟ فهي محتاجة عشان تظن الحاجة. أنا أفعل قبيح ليش؟ عشان أني محتاج. بل تفضل. بل شيطان هل يصدر من عنده يصدر من عنده القبح لأنه جاهل؟ قلنا أن الله عالم بكل معلوم، فمو جاهل، مو شيء غائب عنا عشان يجهل به ويظلم ويصدر من عنده الفعل القبيح. إذا مناشئ الظلم مين موجود في وين؟ في هذه القوة التي يصدر الاحتمال أن هذه الظلم له مناشئ، هذه المناشئ معدومة في هذه. إذا كل الآن بعد ما يغفل، كل الآن أنت قاعد يعطيك الوجود باختيار، كيف يرفع عنك بعد؟ كيف يشرع عنك؟ كيف يحتاج إليك وأنت محتاج إليه؟ لو قلنا أن يغفل سبب غفلته تسبب قتل ناس مثلا، والله هو عالم بس يغفل وغفلته تسبب قتل ناس، كيف تدفعش؟ عالم، أنا أقول الحين ما دام هو يفيض الوجود آنا في آن، آن في آن، آن في آن، ويفيض الوجود على الخط، فإذا ما كيف يغفل؟ وهم في كل آن هو يفيض الوجود باختيار، في كل آن يفيض، كيف يغفل؟ غفل عن أشخاص معينين فمات، راح عن إفاضة الوجود. فأنا أريد أقول، فبالتالي هذا صار انعدام، ما صار مسألة ظلم، صار قطع مدد، قطع فيضة، قطع الفيضة باختياري. أنت الحين إذا تتصور هذه الصورة اللي بذهنك قطعت عشان اتصور ظلم سلب في الحق حق، اما انا والله باختيار انا افيض الوجود ولا ما افيض الوجود. تعترض ليش الله ما خلق ابني مثلا، او ما خلق جد، او مثلا اخ لجد جدي، واضح الموضوع؟ ما يصير اعتراض على المفيض الوجود، ما يصير اعتراض على المنان، يعني الفعل الاختياري الذي اذا واحد ما سويه هذا والله على قدر، اذا واحد ما اعطاني هذا صار سوى قبيح، فعله حسن لكن لا يعني أن تركه قبيح، فرق بينهم. كلامنا الآن الأفعال الوجودية التي تتسم بالصفة تتسم بالمدح تتسم بالذنب. نعم. أقول شيخنا يجوز نرفع البعض فعلي. بالنسبة للقتل، يعني القتل يعتبر حال الظلم مثلا أنه قبيح 100% أو محتمل القبيح؟ لا بل تارة القتل الآن هذا من العناوين، القتل تارة للذنب مصالح مثلا مفاسد تترتب على وجود هذا السبب، فيقطع هذا السبب، هذا الانسان يترتب عليه مفاسد، مفسد. فالقتل عند العقلاء هذا حياته تتلف، يعني هذه دور حياته بين ابقاء وبين ظلم على الاخرين، واضح ان القتل يصير عدل، عين العدل. ما بتكلم اتكلم في قضايا ذاتيه، يعني العدل هو وضع الشيء في موضعه. فكيف أقدر أفصل أنه أقول مثلاً معصوم صح قتل المعصوم يقتل لأجل مصلحة مثلاً، ما قلنا حتم القتل أنه حال الظلم، فشنو الرابطة اللي أقدر أميز أنه هذا الشيء قابل للقبح أو للحسن، أو شنو الرابطة اللي أقدر؟ كل ما يصدق على وضع الشيء في موضعه حسن. أنا راح أرجع على قول الأشاعرة أنه ما حسنه. لا 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 لا، كل شيء في موضعه، عقلك عندك الأشاعرة، كل شيء سلبي الحق حقه، سند الحق حقه، تترك عنك الشارع، هذا حسن لو مو حسن، لو قبيح، اعطاء الشيء كل من يستحق شيء اعطيناه هي حسن لو مو حسن، حسن،
قطع النظر عن الشارع. هذا يقول لك لا، انا لو اسلك حقك المشاعري، لو اسلك حقك ما دام الشارع فعل هذا حسن. لو اخذ الانبياء كلهم الانبياء من ادم الى النبي محمد اللهم صل على محمد اخذهم كلهم حطهم بالنار، واخذ فرعون وابليس كلهم حطهم بالجنه كحدا حسن. ما عنده ضابطه، ما يفعل الشارع ولا تابعي. والعقلاء ما يدركون هذا المعنى، لا يدرك العاقل من الاشياء حسن او قبح. واضح؟ فبالتالي الله عز وجل لا يفعل القبيح وما فعله الغايه، هذا الذي توصل. يبقى الكلام في بعض الاشكاليات. انتم تقولون ان الله عز وجل لا يفعل القبيح، لكن ما نرى. اما مساله الاشكالات على الغايه، ذكرنا ان بعض القضايا مثل الدود الزائده والدود الزائده الحدوديه وغيرها، هذا قلنا قصور في العلم، الا العلماء يقولون انه، وما زال العلماء في بحث عن كل ذره في هذا الكون، ما هو اثرها، ما هو تاثيرها، ما هي مناشئ وجودها، ما هي ما كله ناظر الى النظام مترابط متكامل. ولهذا وصلوا الى ما وصلوا، ليش؟ لوجود القوانين السائده والتي تحكم هذا الكون اليمين الى راجع الى العبث ومحض عدم الغايه. نعم. اما بالنسبه الى القول، نرى ان زلازل تحصل في هذا الكون، شرور تحصل في هذا الكون، هذا على نحو طبعا الظلم نتصوره في مجال التكوينيات ونتصوره في مجال التشريعيات. مجال التكوينيات مثل الزلازل، مثل الابناء التي تولد مثلا ومثلا بها عوائق، ما تتكلم، ما تمشي، شلل، وهلم جرى. وهلم جرى من الامور التكوينيه التي هي لما تنظر لها الى هذا الشخص تكون مسدود قدراته، ما عنده تلك القدرات. تعتبر ان هذا الشر بالنسبه لي. هذا بالنسبه الى هذا خلاف العداله وخلاف الحكم. الزلازل التي تجي مثلا، الفيضانات اللي تجي وتجرف وتقتل واكو عندنا لا بعض خلاف العدالة في التشريع. مثل وين في التشريع؟ كان مثل مسألة العدالة، واحد يعصي الله 30 سنة أو 10 سنوات لكن يخلد في النار، ما في موازنة بين العقاب وبين الفعل، ما في موازنة بين الفعل والعقاب. مفروض إن واحد عصى الله كفر بالله 30 سنة مفروض يعطونه كم؟ 30 سنة يزيدوا عليها ليش؟ شيء ثاني نرى أن في التشريع في حلف وفي ظلم. مثلا بعض حقوق المرأة طاية، المرأة ما تصير رئيس، ما تصير مثلا إمام حجة لله عز وجل، تكون نبي من الأنبياء. المرأة لا تصح أن تكون مثلا مرجع. المرأة في الأرث حقها الذكر له مثل حظ الأنثيين، وهل هم جرى. فأكو عندنا جور في الأحكام الشرعية في هذه المنظومة الدينية، أكو فيها جور. بل الجواب على ذلك، أولا بالنسبة إلى التكوينيات، يوجد جواب إلى أرسطوطاليس يقول الموجود في هذا الكون داخل المتصور الآن، متصور يعني داخل متصور، الذي يوجد فيه لا يخلو. إما أن أي فعل من الأفعال، تصورنا أي فعل من الأفعال، إما الخير كله مثل وجود الأنبياء، وجود الملائكة، وإما خير أغلبه لكن في بعض الشرور، وإما شر كله، وإما شر أغلبه، وإما متساوي الشر. هذا أرسطوطاليس يقول، والثلاثة الأخيرة كلها معلومة. ما عندنا شيء شر كله، ما عندنا شيء خير، أو ما عندنا شيء شر أغلبه، ما عندنا متساوي الشر. والدليل على ذلك أن الشرور اللي تعبر عنها نسبتها إلى الخيرات نسبة ضئيلة، كم واحد يصير عقاب؟
واضح؟ كم واحد في اعاقات؟ كم واحد يموت من الزلازل؟ واضح لهم واضح؟ يقول هذه كلها نسب قليله بالنسبه الى المنظومه الكونيه كلها. ما عندك شر اغلب من الخير، ما عندك شيء دائما وابدا شر، ما عندك شيء متساوي الطرفين. والدليل على ذلك المجتمع، ان هذه الشرور في قبال الخيرات جدا حالات استثنائيه، مو حالات طبيعيه، يعني مو الحاله الطبيعيه السائده هي الاستقرار، عدم الاستقرار، لا، الحاله الطبيعيه في التكوينيات هي الحاله الاستقراريه. واضح لما وضع هذا جواب أرسط. فبالتالي ناتي الى مساله، اذا كان الخير كله عندنا اشكال، اذا وجد الخير كله امر حسن. عندنا اشكال اذا وجد ما كان خيره اغلب من شره، هذا امر حسن. ليش؟ لان المصلحه الغالبه ترجح على المفسده القليله، وهذا حتى العقلاء يدركوه في القوانين الوضعيه كلها. القوانين الوضعيه قائمه على من؟ مو على الخير كله. حتى لو صار فيها بعض القوانين الوضعيه تفوت بعض الاغراض الشخصيه، لكن تقدم القانون المصلحه العامه على وين؟ على المصلحه الفرديه. صحيح انت بصيبك كذا، صحيح انت بتخسر كذا، لكن هذا يؤدي الى وين؟ الى نجاه المجتمع، من ضمنهم انت، من ضمنهم متعلقاتك، اولادك، زوجتك، و و و و و مثل اخذ الضريبه. اخذ الضريبه لما ننظر له جيل هذا الفرد ضرر علي. كل ما يعرف ان تصف الصالح العام من ادنى من 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 جميع المجتمع يصير مستقر، يقلل الجريمه، يقلل 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 يقلل، يدفع كثير من المفاسد، وان كان في شر جزئي على هذا الداخل. يقول انا صعيد ادفع، ما بروح، ما بحتاج لعلاج، انا عندي بطاقه تامين ادفع ضريبه، ليش؟ واضح ولا واضح؟ يقول هذا صحيح هذه الخساره الجزئيه اللي نعبر عنها، لكن تصب في مصالح اولى وارقى من هذه المفسده التي تتابعك تدفع دولارين. واضح لما واضح؟ فاذا المسائل، مساله ان ما كان خيره غالب امر مو مستقر، امر حسن وقوع. هذا الجواب على نحو الجمله. الجواب الاخر انه ايش معنات الشرور؟ نقول في الوجودات شرور، في الموجود في الكون توجد شرور. طبعا لا يخلو، اكو عندنا الامور والصفات اما حقيقيه واما اعتباري طولتها شوي مو وايد. صلى على محمد وعلى اله وصحبه. الله يسلمك. 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 الله المسكين قال لي هناك العادلين حق الحرب، شفت كيف؟ وما حد قاعد عليهم. وما حد قاعد عليهم، نعم. اساس الله. المسكين شك شاربين عليه. نعم عشنا ضرر ضرر كلي هذا. ظلم حيل. اكو عندنا الصفات، صفات حقيقيه، واكو عندنا صفات اعتباريه انتزاعيه. الفرق بين الصفات الحقيقيه امور موجوده، لما تقول انسان عالم يعني يحمل ماده حقيقيه من العلم. انسان له قدره مثلا ان يرفع 100 كيلو، هذه قدره حقيقيه موجوده، قوه حقيقيه موجوده عنده. هذه تعبر عنها بالصفات الحقيقيه، ابيع صفه حقيقيه، اسمى صفه حقيقيه. كونه مثلا اخلاقه مثلا كلش، هذه صفه حقيقيه موجوده في السلوك. اكو عندنا امور لا انتزاعيه، هذه موجودات حقيقيه. اكو عندنا امور انتزاعيه، مثلا هذه لما انظر لها اقول اصغر من الطاوله، طاوله اكبر. لما انظر الى الطاوله بالنسبه الى الغرفه اقول الغرفه اكبر. هذه المقايسه راجعه من ذوات الاشياء، لا لا، بالقياس الى شيء اخر انا انتزع الكون. بهذا بقياسي الى ذي اقول نعم اصغر. بقياسي لما اقيس اقدر انتزع صفه، والا في ذاته اصلا بدون نظر الى هذا، بدون نظر الى مساله الغرفه، لا مساله لا اكبر ولا شيء. هي هذه طاوله كونها اكبر
نعم لما تلحظها الى غيرها تقيس تنتزع ان هذه اكبر هذه اصغر هذه صفات كبار في انتزاعها واضح يعني ما له وجود حقيقي الا بالنسبه بالنظر تنظر الى ذاك تقول اي نعم هذا اصغر اي هذا اكبر واضح الموضوع هذا اقدم هذا اجدد لكن هذا في ذات لا اجدد ما اجدد انا انا هذا نعم لما تقيس الى الغير مش بس هذا مو صفات ذاتيه راجعه الى مو صفه قائمه فيه نعم لما تنظر الى الغير تنتزع منهم احذف الغير تقدر تنتزع الكبر ما تقدر تنتزع الصغر ليش لان مساله الصغر والكبر قائمه بين طرفين تلحظهم تنتزع منه هذا اكبر من هذا هذا اصغر من هذا ولا ما عندي شيء في الخارج يسمونه اكبر يسمونه اصغر بمجرد اصلا ان ينتفي احد تنتفع هذه النسبه هذه النسبه غير موجوده هالدليل على ان نسبه امر انتزاعي قائم بين طرفين بملاحظه الطرفين وجودها لوجود هذين الطرفين تنتزع هذه الصفه وان هذا في ذاته يقول لك انا انا غير انا ما مقداري كذا لا اقول لك لا انا اصغر ولا انا اكبر نعم لما تقيس الى الغير تقول اصغر تقول لا اكبر واضح الامور اللي تعبر عنها امور انتزاعيه صفات مو حقيقيه بالقياس تقول كذا بدون القياس العدم عندك اصلا نسبه العدم لا يمكن ان يكون اكبر الا اذا نظرت نظرت الى هذه هذا البطن بالنسبه الى الغرفه اذا نظرت له تقول هذا اصلا بمجرد تعدم هذه النظره بعد لا اصلا ولا الصفات الخارجيه على هذه هل الشعور من الصفات الحقيقيه مثلا وجود العقل وجود الفيضانات والزلازل وجود الفيضانات لها اسبابها ترجع الى عللها واسبابها وجود الزلازل البراكين كذلك تنفس الارض اعتبار ان الارض امام فعشان تنفس تخرجها من البراكين هذا نفسه وجوده بقطع النظر عن الانسان هو شر وجوده وجوده في ذا العقل وجوده بعلله انا ما له علاقه به لكن هو لغرض يهديه العقل انا عرفت الغرض ما عرفت الحشره هذه هذا بعض يسال تقريبا منصور الدوانك يسال الامام عليه السلام لما جات له بعوضه او جات له ذباب وكذا واذته قال يا جعفر خاطب الصادق عليه السلام لماذا خلق الله الذباب؟ مضمون الوالد قال لكي يذلك ويذل انفك على صغر يعني على هذه الحشره الضئيله تاذيك انت اللي تحس نفسك تملك العالم كله العالم كله وما تقدر تدفع اذى ذباب عن نفسك مظهور على أقصد هذا غرض يعني غرض سلوكي أنا بالنسبة لي بل أما لها أغراض أخرى تلقيح وغيرها الحشرات والميكروبات والفيروسات كلها لها أغراض تؤدي كل واجب عنده وظيفة بيديها شاهد صلى الله على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد الشرور من الامور الموجوده حقيقه لو من الموجوده اعتبارا يعني العقرب بذاته في حد ذاته الزلزال في حد ذاته وجوده في تلك الجبالات في ذات الشر لو وجوده ما يتصف بالشر اصلا وجود مستقل العقرب وجوده بل الوجود السبب الى العقرب كمال الى من؟ لنفس العقرب كمال الى من؟ الى العقرب عشان يدفع الاذى عن نفسه فبالنسبة إلى العقرب هو كمان وجود العقرب في ذاته مش وجود السم للعقرب في ذاته كمان إلى العقرب نفسه نعم لما تقيس السم إلى الإنسان نعم لما تقيس البركان وهذا هذه الطاقة الموجودة في الأرض التي تخرج هي خير إلى الأرض من توجد تنفس الأرض وطاقة تخرج من الأرض ولا ثمرات ولا فوائد في ذاتها هي فوائد في ذات في وجودها ما هي شرور لكن لما تقيس الى وين؟ الى الانسان، تقيس الى غيره تصير شنو؟ شر، ليش؟ لان تتنافى معه. تتنافى مع وجوده، تتنافى مع اغراضه، اعبر عنها بالشرور. عينا مثل كيف؟ مثل الان سقوط المطر. المطر لما يسقط تنظر لي الى العام في وجود المطر في نفسه شنو؟ خير ينبت الزهر، يجدد الارض، ينظف الاماكن وهل ما جاب من فوائد ما هذا هنا يا شيخ
اتاكد. لكن انظر ليش يصنع الجرعه الطينيه عند مكان يسوي جرعه طينيه عشان يبيع. هذا بالنسبه لشنو؟ ليش الشعر؟ لننظره بمنظور بقياس الي انا. اي نعم يتنافى مع غرضي. فاذا يتنافى مع غرضي اسميه شعر. اما ذاك المزارع اللي يزرع وحاط له شعيره وحاط له عيش ينضون صغور المطر، اي نعم ذاك بقياس يقول لنا خير إيه. فاذا وجود الاشياء في ذاتها مو شر. نفس الوجود خير. نفس الوجود نعمه. نفس كون هذه الحشره تحمل هذه القوه خير بالنسبه لها. لكن لما اقيسها الى شيء اخر نعم لانها تتنافى مع غرضها، تتنافى عن مصلحتك يعبر عنها بالشر. واضح لما واضح؟ اذا نحن في الخارج ومن هذا ومن هذا القبيل قالوا ان الشرور اعدام، الشر هو العدد. واضح لما واضح؟ والعدل ما يحتاج الى علم، كل يرجع الى وين؟ الى هذه النقطة. الشر والاعدام، يعني الشيء العدمي هو شر. اما وجود الشيء في نفس خير. كون عقرب، كون سمو العقرب قاتل الي، هذا بالنسبة لوجوده هو خير. نعم بالنسبة الي انا. اذا صار انت منظورك ما عندي في الوجودات شيء اسمه شر. كل شيء في نفسه خير. كل شيء في نفسه وجود. كل شيء في نفسه كمان. نعم لما تقيس الى الاخر لانه يتعارض مع مصالحه نعبر عنه بالشرور. اذا مساله الشرور امور نسبيه مو امور حقيقيه. فالجواب الاول الذي افاد ارسطو قال اولا ما عندنا شر مطلق، وثانيا ولا عندنا شر غالب، وانما الموجود هو هذا. لو سلمنا وجود الشرور، يعني عبرنا ان الامر ان الوجود شرون، لو عبرنا لو استطعنا ان نعبر وجود الشيء شرون، يقول مع ذلك وجود شر. لكن اذا كان الغالبيه من وجوده خير محكم انا من ايجاد. وانت اذا تريد تعتبر على الله عز وجل على تلك القوه انها اوجدت شر مطلق في وجوده او الغالب منه الشرور، واضح ام واضح؟ هذا بالنسبه لما يرجع الى وين؟ الى التكوينيات. اذا نقدر نطبق الشروط التكوينيه مثل على اللي تفضلت فيه مثلا الاجنده اللي عندها خلل وظيفي. بل فكيف هذا ما تعرضنا الى بعد. نعم نعم احسنت، الله يبارك فيك ان شاء الله. زين بالنسبه الى هذا الان وظائف الاجنده، ولهذا هو يقول ان يعني مضمون كلامه ان الاجنده هذه اللي تصير معاقه هي اغلبيا وكلا قله تصير، واضح لما وضع. اذا وجود، وطبعا هذه لها اسباب، الاجنه تصل الى هذه المرحله من فقدان بعض الاعضاء، من فقدان بعض القوى و كلها لها اسباب. هذه الاسباب الموجوده واضح، هذه وجودها خير. الاسباب التي ادت الى ان هذا الجنين صادف اباء اكل شيء معين، صادف اباء استنشق شيء معين، يعني بحيث انه سوى خلل هرموني، سوى اختلاف في مسألة الجينات، وهل هم جرى هذه الأسباب وجودها خير واضح لك. لكن يصدر من عندها، إن صح التعبير على أنه يصدر من عندها شر، يعني تتعارض مع مصالح الجين الآخر، تتعارض مع صالح النفر بحيث أن تتكامل على مسيرها. يعني إحنا عندنا أسباب مسببات في هذا الكون، في تزاحم أسباب مسببات، وين الغالب هذا يؤثر على هذا وهذا يؤثر على هذا، يعني اللي عبرنا عنه بالنسبة هذا التأثير قليل بالنسبة إلى وجودها الذي له آثار جدا أغلب من اللي هو شو اسمه الشرور صح التعبير. نعم. فهذا ننظر إلى أسبابها، هذا السبب اللي سوى الطفرة الجينية، الذي سوى خلل هرموني، هذا السبب شنو وجوده؟ هل هذا دائما وأبدا يؤثر هذا الأثار؟ لو لا يؤثر إلا في قليل من الأمور، ويمكن طبعا تفاديه. ولهذا هذه موجبه كون الاختلافات وكون التزاحمات موجبه لتفتيق، يعني اخراج الطاقات من الانسان والبحث والتنقيب والتنقيح والوصول الى ما وصل اليه كله عن طريق وجود هذه التزاحمات. يعني هذا الان اللي تشوف في التكنولوجيا كلها موردها هو اعاشه التزاحمات، المعايشه مع التزاحمات مع هذه الاسباب هي اللي ولدت هذه الطاقات، هي اللي ولدت هذه العلوم. ليش؟ نشوف شيء صادق لازم ادفعه يبحث، إذا يبحث شيء توصل لشيء آخر، أنت تشوف نفسك، موضوع عندك تبحث تريد تسوي كتاب، خلي عندك فكرة معينة، تبحث في هذا الموضوع تفتح لك ألف باب
لمواضيع أخرى، تعالى تطلع المجلد بأبواب كان عندك بابين تطلع بعشرين باب. ليش؟ هذا يجر إلى هذا، هذا يجر إلى الترابط بين الأسباب والمسببات. نعم. هذا بالنسبة إلى التكوينيات. أما بالنسبة إلى التشريعيات، قلنا بالنسبة إلى التشريعيات نتكلم كل حين على العقل. هل نتكلم ماجنة لا آية ولا رواية؟ بالنسبة للتشريعيات، العقل عشان لما نريد نحكم العقل يقول عقلي ما يقبل، عقلي ما يقبل. طبعا العقل له موارد في الحكم، وقلنا موارد الحكم ما هي؟ هي القضايا البديهية التي يعتمد فيها على العقل. طاعة الإنسان، كمال الإنسان في طاعة عقله، أي عاقل. الأمور الضرورية التي يدركها العقل، أما الأمور التي مو مجال للعقل لإدراكها، كون هذا الدواء يأثر هذا الأثر، هذا مجال عقل لو مجال بحث وتجربة. كون هذا الفعل له مصلحة لو ما له مصلحة، هذا مقام بحث وتجربة. في القوانين الوضعية كل دولة عندها ثقافات، عندها ثقافة تشوف أحكامها أشد إتقان من الدولة التي لا ثقافتها. ليش؟ لأن مرور الزمن مع وجود العصور المتتالية والثقافات المتتالية تشوف الإنسان بنفسه يطرح القانون اللي فيه سلبيات ويأخذ القانون، ودائما يشوف يقنن هذا القانون يجيبه مطلق، لكن مع مرور الزمن يشوف يقنن، يحد يحد من القانون، يجيب شرائط، يجيب يجيب يجيب. ليش؟ لأنه يشوف في داخلنا مطلق يأثر أثر ما كنا مجدفتين إليه، يصير أثر سلبي، يهدم الأسرة. إذا خليناه كذا لا يقطع الناس، إذا خليناه كذا يأثر أمراض معينة خطيرة على الأطفال على كذا، وهذا ما جرى. شوف دائما يحد يحد يحد، شوف الزقارة أول ما جرى هش بالهبل، لكن شوف كل ما اكتشفوا من مثل المفاسد جرى تحد تحد قوانين، تقنن تحد 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 إلى أن يصل لواحد اللي يشرب زقارة عمره لا في مكان الآن تشرب الأول ما هو هذا. قوانين شوي شوي تحد تحد تحد، كل ما تكتشف المفاسد والمصالح إما يوسعها يضيع. واضح لما واضح ده. فالعقل في بعض المقامات العقل نتبع العقل فيما يدركه، أما فيما لا يدركه العقل يقول أنا ما أدرك. ليش صارت صلاة الصبح ركعتين؟ ما أش دراني، لكن يمكن في مصلحة. ولهذا الشارع لما يحكم بأمور شرط أن هذه الأمور لا تخالف الضرورات، لا تخالف طاعة العقل. إن العقل كمال الإنسان في طاعة عقله. نعم في الأمور لما يدرك العقل نعم، لكن لا تأتي بشيء يخالف العقل. ولهذا الشارع المقدس لا يأتي بشيء يخالف العقل، يأتي بشيء لا يدركه العقل. فرق بينهما، بين أن تأتي بما ينافي ويضارب ويصادم العقل في ضرورياته، وأن تأتي بشيء لا يدركه العقل. واضح لهم واضح. هذه الأمور التي لا يدركها، لما تجيب لها الآن مثلا حكم من الأحكام العقل صلاة الصبح ركعتين، ليش؟ ما أدري، بس أنت أنا أثبت في الرتبة السابقة أن هذا الذي يأمر وينهى حكيم، أثبتني في الرتبة أنه عالم بكل معلوم، أنه قادر على كل مقدور، أنه لا يفعل القبيح، أنه لا يفعل العبث، هذه مسلمات أولية عند وين؟ عند العقل. فإذا قطعا هذا إذا أمر بشيء أنا ما أدركه قطعاً، وهو لا يصدر منه القبيح لأنه مو محتاج مو جاهل، إذا في مصلحة وإن لم أتوصل إليها، خصوصاً أن هذا عالم مطلقاً بجميع الأشياء، يعني يعرف الأمور التي فيها. مو مثل مثلاً إذا كانت المسألة وضعية راجعة للقانون الوضعي، قانون الوضعي على التجربة يطرح قانون يشوفه الآن قانون مفيد، يطرح هذا القانون مع مرور الزمن يقنن يقنن، أما يرفع أصل القانون لأنه يتضح لمفاسد يترتب عليه أكثر من مصالحة، أو لا يقمن من ذلك العقل يقول هذا الواضع من القانون الآن اللي وضع هو عالم بمصالح بجميع الموجودات، يعلم بمفاسدها ومصالحها، فلما يجعل قانون يعني يجعل قانون صالح لهذا الإنسان عام إلى يوم القيامة، مو خاص بهذا الجزء البشري ولا خاص بهذا الجزء البشري ولا خاص بهذا الجزء البشري. ولهذا من قال أن الشريعة ثابتة، طبعا الشريعة مو دائما كلها ثابتة، أقول عندنا قوانين ثابتة لكن عندنا قوانين متغيرة. كلامي على الثبات على القوانين الثابتة في الشريعة، واضح؟ قوانين الثابتة في الشريعة مثل احتياج الإنسان إلى الزوجة، هذا قانون الزوج ما يغير. ليش؟ لأن هذه حاجة فطرية إلى يوم القيامة،
فأكو عندي حدود وتوقعات تقنينات إلى هذا الشارع جعله، فهذه من الثواب وجوب الصلاة والمجرة، لأن الشارع مو يلاحظ بس المادي، الجسد المادي يلاحظ كذلك الأبعاد النفسية، الأبعاد الروحية، الأبعاد العقلية، غذاء الروح، غذاء العقل، غذاء النفس، هذا كل الشارع يلحظها، واضح للموضة. فإذا الشارع لما يأتي بالشيء العقل ما يدركه، العقل يسلم يقول أنا أبي، لكن أعرف وإن لم أطلع على المصلحة ويمكن أطلع عليها بعد حين، إلا أن الشارع لم يأمر إلا لأنه في مصلحة، لأنه حكيم، لا يأمر إلا بما هو حسن، لا يأمر بما هو قبيح. على هذا هذه القاعدة الكلية. لما تأتي تقول لي زين يمكن أنت أيها العقل تنظر إلى شيء في اختباء القبح، ميزنا ذاك الآن بين القضايا التي حسن ذاتا وحسن اقتضاء وقبيح ذاتا وقبيح اقتضاء، تذكروا؟ نعم في بعض القضايا يقول أنا أرى هذا في اختباء الحسن، لكن هل مطلق اقتضاء الحسن يجعله حسنا؟ يعني الصدق فيه اقتضاء الحسن، الكذب فيه اقتضاء القبح، لكن هل هذا الشيء هذا دائما وابدا يصير حسن؟ لو لا يمكن هذا المطلع على ما لا مطلع عليه توجد مزاحمات من عنده فيجوز الكذب في بعض الحالات ويمنع من الصدق في بعض الحالات، وان لم اطلع على ملاكاته يقول يمكن ما عنده ايمان عنه، ما دام ان هذا ما في قبح ذاتي يعني خالف ضرورياتي في حسن، وهذا الحسن يمكن يصد منه صاد، يمنع منه مانع من دفع المصلحة أهم من عنده مفسدة، هذا الحسن إذا اعتبرناه يجلب علينا مفسدة أعظم من مصلحته، يمكن لما يمكن العقل يقول يمكن تدرك يقول أنا ما أدرك بس درك حكيم، ما دام العقل يقول في هذه المجالات يمكن أن يكون هناك مصلحة أشد من مصلحة الكذب، هناك مفسدة أشد من مصلحة الصدق، واضح لو واضح يمكن للشارع أن يتصرف، فلو أمر الشارع يقول أنا متوقف لحد الحين بس أعرف أن هذا حكيم، الآمر أثبت أنه في رتبة سابقة حكيم، إذا مو كل شيء إذا تريد تنقض بأمر شرعي وأمر تقنين من الشارع المقدس جيب لما يخالف ضرورة العقل، ما يخالف شنو؟ ضرورة العقل. أما الذي لا يخالف ضرورة العقل يقول لك أنا ما أدرك، ويمكن بعض المزاحمات موجودة، تزاحم مصالح ومفاسد أو مصلحتان تتزاحم مصلحتان أحدهما أولى من الأخرى، فيمكن للشارع أن يأمر بما لا أراه أن هذا فيه اختباء الحسن، الشارع يأمر بخلاف مو حسن ذاتي، أراه في اختباء القبح يأمر الشارع بخلاف، ليش؟ لأن هذا مبني على علم الغيب، مبني على المصالح مع العلم بالمصالح، العلم بالمفاسد لهذا الإنسان مع مراعاة جميع قواه، مو مراعاة الجنب المادية فقط وفقط وفقط، حتى مراعاة الجنب الروحية. فبالتالي نأتي إلى مسألة مثلا حقوق المرأة، نأتي مسألة إلى بعض الأحكام التي مثلا قتل المرتد، هذا يتنافى مع الحرية لو ما يتنافى مع كثير من الأحكام التي يمكن أن يتصور، هل العقل هنا يحكم بأن هذه الأحكام لو صدرت من صاحب الشرع بعد أن أثبتنا الشريعة وأثبتنا أن هذه من الله، كلنا نتكلم إحنا بعد ثبوت هذا، ما نتكلم الآن تصوير خالي والله جاء مسلم الكذاب وقال أنا نبي وطلع عنا أحكام، ما نتكلم على هذا، نتكلم على وين؟ أسس عقلائية، يعني أثبتنا في الدرجة الأولى القوة، أثبتنا صحابة بعثة الأنبياء، الآن ما يأتي الشرع من تلك القوة، الآن نتكلم عن الشارع، نتكلم كل تنظير الآن ما نشغل في التطبيق، كون عن النبوة العامة، ما نتكلم عن النبوة الخاصة، واضح انه تلك القوة إذا شرعت قانون وهي تعلم مصالح هذا الإنسان ومفاسده، والعقل ما يدرك أو يدرك أن فيها مفسدة، العقل يقول لك أن هذا قبيح، يقول عقل متوقف، يقول ما أدري، بس أنا عندي أمر مسبق قبلي وهو أن هذه القوة لا تفعل القبيح، صحيح ولا صحيح؟ فلما أنت تنظر إلى مسألة حق المرأة أن المرأة في الأرض مثلا تأخذ أي الرجل يأخذ ضعف المرأة، لما تقول للعقل بعد هذه المقدمة العقل يقول لك قطعا هذه والله وتالله قبيح، العقل يقول هذا قبيح يجزم أنه قبيح، لو لا يقول يمكن إذا في مصالح أهم الشارع يعرفها أنا ما أعرفها يقول هذا الشارع هذا التشريع حصل في موضعه، وهذا إحنا الموضوع توجيه
فإذا بدك تريد تشكل عليه بالشيء في الشريعة، تريد تقرأ الشريعة من الخارج، تقول أنا برا أريد أقيم الدين من وين؟ الأحكام. فأشوف هذه الأحكام إن كانت توافق العقل فيكون الدين صحيح، وإن كانت لا توافق العقل فيكون الدين باطل. صحيح صحيح. هذه النظرة عشان تصير نظرة عقلائية لابد تنظر إلى أي أحكام، الأحكام التي تخالف الضرورات العقلية. أما الأحكام التي لا تخالف الضرورات العقلية ما يمكن تشكل بها على دين من الأديان. توجهينه وتوجهينه عشان تصير القراءة أصلا. إذا كان أنا كل نحو الكلية إذا كان بالنسبة لعقلي شوف قتل المرتد ظلم قبيح. الآن أرجع رح نجي تكلية الآن تطبيقات نجي عليها أن هل هذا من الأمور الذاتية أو من الأمور الذاتية؟ فيصير اشتباه، يمكن يصير اشتباه. صلى الله عليه وسلم. شريعة بمجرد الأحكام إلا إذا كانت تلك الأحكام شنو؟ إذا كانت تلك الأحكام تنافي الضرورات العقلية. أما مجرد أنها تنافي ما في اقتضاء الحسن أو القبح ما يمكن، لأن العقل يقول يمكن في مصلحة أنا ما أدركت، يمكن دليل ناظرين إلى مصلحة أنا ما أدركت. واضح له واضح. إذا هذه النظرة الأولى. إذا في تشريع الأرض بالنسبة إلى المرأة العقل يحكم، لو يقول العقل أنا ما أدري يمكن، لأنها مو من القبيحات، مو من الأمور القبيحة ذاتها عشان العقل يحكم برفضها، أن هذا قطعا ظلم. ويا لما يا توجهني، فبالتالي لما جئ إلى العقل يقول ما أقدر أحكم. إذا هذا ما صار أول إشكال عقلي، هذا ما صار إشكال عقلاني. نعم قول علي أعرف السبب صح، قول أنا جاهل ما أدري، فلسف لي. تستطيع أن تفلسف لي وما تستطيع أن تفلسف؟ إن استطعت أن أفلسف على العلم والبركة، ما استطعت أن أفلسف شنو يصير الأمر؟ العقل يقول تقدر تحكم بالقبح، تقدر تحكم ببطلان الشريعة لوجود هذا الحكم الذي لم تصل إلى فلسفته. يقول لا مولانا مسامح، مو شغلتي هذا. واضح القراءة العقلانية؟ فمو الواحد يتمسك بالنتائج مجرد يرمي إشكال يعني خلاص الشريعة انضربت، لا مو صحيح. لازم مورد الإشكال يحدد، لازم مورد حكم العقل يحدد. لأن إذا ما في عند فلسفة مثل هذا فلسفتك هيك وكيف أنا أقتنع إن ما فلسفت يقول أنا جاهل ما أدري، لكن يمكن في مصلحة ما يمكن. يمكن ما دام يمكن عند العقل تفرح. إذا وجد الاحتمال عند العقل بطلا استدلال، ما دام يحتمل في مصلحة بالنسبة إلى حقوق المرأة، بالنسبة إلى الأخ، بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى الحقوق الزوجية، بالنسبة إلى المرأة أن الزوج لا يجب عليه مضاجعة زوجته عند مثلاً بعض الفتاوى وبعض الأقوال إلا أربعة أشهر مرة واحدة. أما الزوجة يجب عليها أن تمكن زوجها وقت ما حيف وجوه، وإن كان بعض الفقهاء يفتي أنه كل ما احتاجت الزوجة يعني وقت الحاجة، مو أنه طاقة في ذهنة تبتها لك خصوصا لما أخذ ثنتين أقول لك إنه ما أنت هذا تريد تهلك، مو لأن هذا رحبانة بس عشان يورون الوين. الله يساعدك. أقول لك سنتين وثلاث. بلى زين هذا الحكم شنو في جور لولا ما عندنا تشوف له. يجب على المرأة أن تلبي لزوجها وقت ما أرى، أما الزوج لا، أما وقت حاجتها أو حتى زوج محتاج يعني يريد يتعبها فرضا يعني، بس ما يتصل لمسألة الضرورات مسألة الحرج. نعم لما تنظر تقول العقل
يقول لك نعم هذا في اختبار في نوع بس يمكن في مصلحه تراعى اهل يمكن ده مو من قبيل ذاته ان انا ارى ان هذا في جور على المراه بهالجنه لكن يمكن في ملاحظه مصلحه لكن لما تنظر في جنب حكم ثاني يجب على الزوج نفقه المراه في كل يوم ونفقه من وجهه من الديون ومن الحقوق ومن الواجبات فرق بين الحكم والحق الحكم حكم شرعي ان عصيته ماثوب توب الى الله مثل النفقه على العيال من الاحكام الشرعيه يجب على الغني من الولد او الوالدين ان ينفق على الاخر الغني ما ينفق على الاخر واذا صار اثنين اغنياء ما حد ينفق على الثاني بس ما دام الولد فقير يجب على الولد الاب ان ينفق عليه ما دام الابن غني والاب فقير يجب على الابن ان ينفق على والده واضح الموضوع هل فرق هل يسمونه حكم لو واحد عصى ما انفق مو يصير مديون الى الاولاد انا اولادي يجب علي انفق ما انفق عليهم اليوم ما اعطيتهم اكل ولا يجوا لي بعد اسبوع قال تعال انت شهر احنا ما سكت نجيب لنا الاجار ونجيب لنا كذا قلنا ما يجي زين بالنسبه للزوجه لا ديون يعني اذا ما تنفق على زوجتك يوميا ذمتك تشتغل ديون كم مصروف في اليوم؟ سكن، أكل، شرب، 200 ريال، 150 كل يوم قاعدة في أمرك كل يوم دائرة على كذا ما تنطيها كل يوم ذمتك تشتغل 100 ريال 100 ريال سنتين شوف كم سنتين في اليوم 100 ريال فرضا دبلها واضح لك حق دين على الزوج أن يعطي زوجته في جميع الأوقات يجب عليه أن يسكن يجب عليه أن ينفق عليه هذا بالنسبة لمن؟ إلى الزوج في موازنة الزوج تريد تكلمها على زوجها يمنحها من وجه اسمها من الوقت يمنحها من الخروج ما خليش تبين الليل وهو يريد يكلمش عليها تمنع تنزل وين؟ النفقة ما يقدر واحد يقول والله باخلي زوجها اعلقها صحيح الطلاق يقول بيد الزوج لكن من يقول باخليها باعلقها يعني كل يوم شرع كل يوم تشتغل ذمتها يعني حتى لو مات اول يخرج دين الزوجه تخرج الديون اول من التركه وبعدين يوزع الارث ومن ضمنهم زوجته كل يوم يحسب عليه يعني ما يخليه انه واحد يبقو على الاخر في موازنه في المعامله بالنسبه الى الفراش نعم هذا في عند جهه غالبه بالنسبه الى النفقه لا هي الغالبه هي تقدر تلوي ايده ويقدر يلوي ايده في جنبه ويقدر تلوي ايده في جنبه اخرى موجود على التوازن موجود بالنسبه الى مساله الارث بالمساله الارث نرى ان التكاليف الماليه على الشارع هذه التكاليف الان على الشارع على الرجل غير التكاليف الماليه على المراه واضح الموضوع اذا كان الشارع راعى هذا الجوانب الماليه وطبعا احكام الشارع هذه قاعده كليه ما ننظر لاحكام الشارع الى ان حكم الشارع دائما ينظر الى الافراد خصوصيه انت ينظر الى وين؟ الحكم الجمعي يعني القضيه نحو الحكم الكلي ما ينظر الى الافراد، ينظر الى الصالح الحكم الذي يفيد في الاعم الاغلب، وان كان بعض الافراد يمكن ان لا يحصل على حق لكن مع ذلك اذا وصلت الى مساله الاضطرار وصلت الى مساله الحرج وصلت الى مساله كذا، لا الامر يتغير المساله، واضح الموضوع؟ حالات الطبيعي نتكلم عليها، فالتكاليف الماليه على الرجل غير التكاليف الماليه على المراه، وطبعا المراه في فقط موردين او كذا يرث الزوج يرث الزوج مثل حظ الانزلاق في بعض الموارد المرأة ترث أكثر لو كانت مثلا هي البنت مع الزوجة هي ترث البنت أكثر من الزوجة إذا كانت البنت مع الوالدين والدين هي ترث أكثر من والدين يعني أنا أبو وكذا هذا الرجل واضح هي الزوجة هي البنت ترث من أبوها أكثر من يرث من الوالدين وهذا مجرد يعني في تقاسيم خاضعة إلى وين؟ خاضعة إلى المصالح وإن لم يدركها العقل وفي موازنة قائمة عليها الأحكام أما بالنسبة إلى طبعا في قضايا كثيرة بالنسبة لحقوق المرأة ومسألة أن تتولى منصب وما تتولى منصب والعقل لما يقول أن الأحكام المرأة طبيعة المرأة أحكام المرأة ليش لأن فسلجت وطبيعة المرأة غير طبيعة الرجل صحيح واضح أن هذه طبيعة وهذه في تلك المجتمعات تترك عنك حتى إيه نادر اللي يقول المرأة والمرأة ما له عند الأعمال التي تشغلها المرأة اللي تناسب الرجل اللي تناسب المرأة. الآن المكانيك فرضا المكانيك
صياد السمك فرضا، وين الاغلب يشتغلوا فيها؟ رجال ونساء؟ رجال. وين اغلب اللي يقوم بالاعمال اصلا؟ رجال ونساء؟ كل الرجال. ليش؟ طبيعي جميع المجتمعات هذا. هذه المره نقول انا اريد رجال، المره تشتغل دي وش اسمه؟ ايش تسمونه انتم؟ هذا اللي يشيل السيارات وجه تشتغل وجه وفرحان انا. اول مره لا وجه عنده وجه يدور بدل ما السياره بتعطل شي سياره. شيلوا بيه سياره. بل فهي تفتخر وهذا هو يخالف طبيعتها. ليش النساء ما يشتغلون هالشغلين؟ واضح ان هذا بعيد عن طبيعه المراه، عن نعومه المراه، عن لطافه جسم المراه. هذه اعمال يحتاج لها شد وقوه. كذلك ما يقدر حتى الان بالنسبه الى الحقائب الوزاريه مثلا السياسي اللي يدعون الحريه وان المراه، شوف نسبه الرجال نسبه النساء. اذا المفروض تصير مساواه، تدعي المساواه، المفروض تصير اذا صار حقيبه وزاريه 1000 حقيبه، المفروض 500 حقيبه وزاريه، 500 للرجال 500 للنساء. شوفنا شنو قليل جدا، ما يتجاوز 5% او 3% للنساء والباقي 93% للرجال. واضح ان طبيعه السلك الدبلوماسي يحتاج الى شده في التصرف، مو يحتاج الى نعومه. كذلك رئاسه الوزراء. يعني خليك انا اتكلم عن ذول المجتمعات اللي ربنا اريد اقول هذه كلها النظره منشاه شنو؟ منشاه طبيعه المراه. اذا بعض الاحكام توافق طبيعه المراه، بعض الاحكام ما توافق طبيعه المراه. فاحكام الشارع، الشارع المخلص لما ينظر الى احكام ناظر الى طبيعه المراه، ناظر الى طبيعه وحقيقه وهويه الرجل. اما مساله مثلا قتل المرتد، لما نجي لمساله القتل، القتل هل هو قبيح؟ لا مو قبيح. هل هو ظلم؟ لا مو ظلم. قلنا وش معنى الظلم؟ هو وضع الاشياء في غير مواضع صارم صارم، او سلب كل ذي حق حقه، او وضع الاشياء في مواضعه. القتل في ذاته مو ظلم. اذا توقف على ان هذا الان جدك اسد، يا يهتك لو صار انسان سبعي مو موجود. عمار طالعت ان هذا الافلام الوثائقيه مالت الجرائم الجنائيه، واحد سبحان الله على الطالع هدوء، لا سبحان الله، يعني على هدوء تشوف يعني سبحان الله جميع يعني لا طالع في ملاح تقول يعني اصلا ما تتصور، ويقدر بالبنات وكل شق ما مسوي الا اشي، يستلذ بوين؟ قتل. يستلذ بقتل، ياخذ البنت بعد ما ياخذ وقره على طول يذبح. وسبع حالات تالي يعني تالي مثلا قبضوا. وش الحاله هذه؟ زين هذا وجوده، هذا وجوده خير، لولا وجوده مفسد. العقل يقول هذا القتل حق في حقه، لولا باطل في حقه، قبيح في حقه. يقول لا هذا مفسد لغيره، اذا ما يمكن تجعله يعيش مع غيره اصلا. واضح لو واضح؟ فإذا مو القتل في ذاته قبيح، القتل إذا ترتب عليه مصالح أولى من بقائه لابد أن يتحقق القتل. وجود القتل في بعض الأحيان أمر حسن. إذا القتل مو من العناوين التي لابد أن تكون في مواضعها، أقول في غير موضعها، قابل أن يكون القتل في وين؟ وضع الشيء في موضعه، يعني من مصداق ومصاريخ العدالة. إذا مو عنوان، عنوان ذاته قبيح، مو قبيح ذاته. تعال الى مساله الشريعه. الشريعه ليش من عاد ان المرتد يقتل؟ هذا يدافع عن الحريه الفكريه. اولا الشارع ما يقتل المرتد. المرتد بما هو يعني الحريه الفكريه ما تتنافى مع الشارع. والدليل على ذلك ان المنافقين، وشو معنى المنافقين؟ الذين يظهرون الايمان ويظهرون الكفر. الشارع ما قتلهم مع وجودهم، الا انهم لم يعلنوا بماذا؟ بمساله تريد تبقى في الدولة الإسلامية في هذه المنطقة المعينة، لا تعلن كفرك، تروح اطلع برا. بس ما دام إن في هذه الدولة أنا أحرج، أنا أعطي قانون في هذه الدولة أي واحد يعلن بكفرة من المسلمين يقتل. أي عقل يسوي هذا؟ أي عقل يسوي هذا الحكم؟ روح لأي دولة من الدول، روح إلى البوذيين وقول أنا أسب لكم بوذي فرضا، يعني أنا أسب بوذي. روح إلى بعض المتعصبين وقول أنا أسب المسيح أو تبقى لولا اذا قتلت. وش يقولون العقلاء؟ يقولوا العقلاء عيب من ذولاك وعيب من هذا. من الذي فعل القبيح؟ انت اللي فعلت القبيح في نفسك. هذا اعطاك انذار اول، قال لك ترى الذي يعلن مصيره كذا. فاذا انت رحت ألغيت نفسك، انت ألغيت نفسك في التاريخ. تعال فلسف ديالين ليش جعلوا هذا القانون؟
فالمفروض ما ترتبط بالاعلام، اكفر، اطرح جميع الاشكالات، جميع الاشكالات اللي عندك، جميع التساؤلات، حريه الفكر ياخذ على راحتك، لكن لا تغلب بكلمه الكفر في هذا المكان. في هذا المحيط لا تغلب في هذا الكفر. وعند القوانين الان بالنسبه لنا تقريبا كندا او شيء، بعضهم يقول انا بس كذبت. كذب ما ادري وش كانوا يسالون، كذب عليهم، اعطوه مانع من دخول الدوله. مانع ان يدخل هذه الدوله. عشان شنو؟ قانون. عم بتكلم انا اقول لك، حتى لو متصرف شخصي، حتى لو كان قانون طبيعي، اي واحد يكتب على النظام يطلع من الدوله. انا منهم، وخصوصا انه يكذب ما له غرض في الكذب يعني. بس مجرد يريد يغبي عن شيء معين، ما يريد مثلا ياخذون من عنده 20 دولار، ما يريد كذا، يقوم يكذب. هذا من القانون لا تقدر تطلع. الناس بروفمنت، لو من القانون والحكومه المتعدي والمتجاوز على القانون. ذاك صاحب القانون عنده غرض لما جعل هذا القانون. لما انت تريد تشتغل، انا بشيل لك راتب شهرين عن شهر، بس لما تشتغل لابد اسقط من وين؟ من راتبك. يعني الراتب اللي اعطيك اياه، المنحه اللي اعطيك اياها انا، لو واحد ما يشتغل في الدول الاجنبيه يعطى راتب، لكن هذا بشرط ان لا تعمل، بمجرد تعمل توازن بين ما يدخل عليك وبين ما نعطيك اياه يخصم من عندك. توجيه توجيه. هذا يقيد القانون بانك احنا ترى نحرمك، اذا تكذب علينا نحرمك من هذا القانون. واحد كذب، من هو المعذور؟ اصحاب القانون؟ ملامين؟ لو الكاذب هو الملام، هذا هو الملام، هذا اللي راح يتعدى على بوذا. دليل يقول اللي يسب بوذا ننحر نقتل. واحد راح يبغى العن ابوه يعني قام يسبه قام يشتم، هذا من الذي يعاقب؟ من الذي يلام؟ يلام هذا المتجرأ والمتعدي على القانون. لو ينام صاحب القانون، صاحب القانون عنده مشاعر، عنده مشاعر تجاه هذا الذي ينتمي اليه. تروح تقول انا اريد اخدش مشاعر، انا ما اريد اخدش مشاعر، شو اطلع برا عني، مو اختي شو تريد اضمن تجيب فيه يعني حيزي. شيخنا بالمكان لا لا لا، كل مجرد تمثيل، الواحد من التمثيل يصل الى النكته اللي نريدها. يعني فاحنا نريد احنا القضيه القانونيه، هذا واحد موجود قانون حتى لمساله اولا قد في ذاته مقنعه، واذا كان اندرج تحت عنوان حسن، فحسن اندرج تحت عنوان قبيح يكون قبيح. هذا الشيء. الشيء الثاني انه اذا جعل ان الشارع المقدس لا يمنع حريه التفكير، اطرح ما تريده من افكار. نعم يمنع من الاعلان بكلمه الكفر في محيط، لا تعلن بكلمه الكفر في هذا المحيط. ليش؟ اي عشان ينفر، اي عاقل يعرف انه اذا يعلن بكلمه الكفر يقتل، يقعد يجلس، فهل يمكن له يطلع؟ يطلع طبيعي يطلع. فبالتالي اذا طلع احد اليه، يمكن ما اكثر من اهل اللي طلعوا اعلنوا الانحراف. هذه قضيه منفره، يعني تريد تبعدك عن المحيط الاسلامي، تريد تعلن اطلق، تريد تشكل اشكل، تريد تتساءل تساءل، اي سؤال عندك اطرح اي اسم. من المبدا الى المبدا في الشريعه المقدسه، من اصول الدين تريد تناقش كل اسئله تطرحها. وان هذا كانوا في زمن النبي، في زمن النبي صلى الله عليه واله يسالون من الدره الى المجره، من الخالق الى المخلوق. إلى أن أثبت جميع الإشكالات يردوه، ما شفنا لهم قال أنت كافر ولا أنت كذا ولا أنت كذا، ولا أنت تقتل ولا أنت ولا أنت. واضح لهم واضح؟ فالسؤال مو ممنوع، حرية التفكير مو ممنوعة، الإعلان بالكفر ممنوع. وهذا الشارع هو إلغى، الشارع ولو كان نقول عند العقل، ولو كان غلبا يحافظ على المحيط. على هذا حفاظ على المبادئ العقلية، لا أحد يشكك في المبادئ، يضرب المبادئ العقلية. يريد هذا الشارع. ينفر من هذا النوع من الافكار او من هذا الاعلام، فبالتالي ما الشارع مالو. نعم يعني المرتد اللي يطبق عليه هذا الشيء بسبب الاعلام، ف يعني الشارع اللي إيه؟ نعم. اللي ما يعلم مثلا واحد كفار وهو لا يصوم ولا يصلي ولا يسوي حاجه بس يتمشى ولا اي كلام، مو معلم، مو معلم، انا مو معلم باني لا اصوم، مو معلم باني لا كذب. نعم هذا مشبه بالمنافقين، سوره المنافقين نازله في وين؟ في المدينه مع مجموعه المنافق. يعني ما اعلن، ما يظهر اسلامه بس ما اعلن مساله الكفر، هذا معناته منافق. منافق يعني مو مؤمن، منافق يعني ليس بمؤمن اصلا، اصلا كافر برسول الله. بصوره المنافق النازله في المدينه، هذا المنافق ما حد قتله. واضح؟ ليش؟ لم يعلن. تريد تعلن اطلع حريه التفكير، مش محتاج اطرح كل ما تريد، اطرح اي نظريه، قول في نظريه كيف كيف كيف، اطرح كل نظريات تريدها، في نقاش، في حوار، في حرية تفكير. مسألة الإعلان هي الممنوعة. واضح لما العقل لما تجي تقيس تقول له هذا
عقلا. لما تفلس انا اقول هذا احتمال ثبوتي لو كان غرض الشارع هكذا، وش يقول العقل؟ يقول قبيح. يقول لا، القبيح هو هذا الذي رمى بنفسه، هو الذي خاله وتعدى على القانون. صاحب القانون له غرض، القانون لما يجي صاحب القانون لما يجعل قانون عندي له غرض. شنو غرض؟ دوافع نفسيه، دوافع شخصيه، دوافع الا هي، هو عندي دوافع الان، وانا اجي اريد اخدش هذه الدوافع. اذا خدشت هذه الدوافع ينتابني ما ينتابني من اضرار من الذي فعل القبيح؟ ذاك انا عندي دوافع امور، انا عندي خصوصيات في محيطي، انا عندي خصوصيات في بيتي، اجعل قوانين اللي ينتهك التهك. واضح يا موضع؟ المتعدي هو الذي يلام، مو واضع القانون هو الذي يلام، لان واضع القانون غير محذر، غير منفر، يريد يحافظ على مبادئه، يريد يحافظ على عقاده، يريد يحافظ على مدركاته. واضح يا موضع؟ مثالا على ذلك سلمان رشدي اللي يهدد في المصائب. مثالا على ذلك سلمان رشدي، يعني فتوى في وش اسمه، لان بواح اي مدري حتى لو هذا لما يقولون انت تقتل وسلمان رشدي مخبل بلاد المسلمين يقولون طلع برا وقال وش هني امريكا اذا حتى تهدد رئيسهم حتى لو نكتب بالتهديد في تويتر ولا فيسبوك تحط تهديد تسجن على طول، مع ان عندهم على قولتهم حريه الراي انت تعبر عن روحك، بس زي ما قلت مو بس ايه التهديد قبل يخدم الان اي فما تهديد يخدم عدم استقرار ما حد يلوم القانون بيقول ليش وضعت ذا القانون اللي يقول هذا الشيء هو اللي ينضم يعني في النهايه اي شنو دوافع هذا؟ استرك حتى الان شنو حتى لو واحد مخبر اعرفه مخبر واحد قبل حد جعل القوانين عنده قالوا له انا قوانين كيت 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 انا هذا مو مزرعتي قوانيني ترى حاد ترى اللي يطب مزرعتي طبعا مو مثلا بحيث انه يصير قبح ذاتي ما بدنا نصل الى هذا انا عندي هذه مزرعتي اللي انتهى من مزرعتي يصير كذا وكذا 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 الناس ما تلومه هو تلوم ليه ذاك المتعدد متخلل انت اللي ما فيك عقل هذا بعاد صعب هذا عندي شهوات عندي نزوات عندي كذا جعل حدود الى ملكه جعل حدود الى حيزه كيف اتحدى حدوده في هذا وتالي الومه هو لوم نفسك انت عقلك دائما يلومون هذا المتعدد اما ذاك شنو غرضه من جعله مسألة أخرى يمكن أفلسفها بس هذا هو الذي فعل القبيح مو هذاك الذي فعل القبيح هذا الآن يعني الشارع جعل هذا لكي ينفر لكي يبعد أي واحد يريد يعلن بارتداد يطلع وما في عقل يعرف واحد واحد يقتله أنا أعلم بذلك هذا ما أردنا بيانه صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله